السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناشدات وإزالات من التنمية المحلية قبل أيام من انتهاء قانون التصالح والعمل به، وإزالة 1400 حالة تعدي على مساحة 150 ألف متر مربع في 16 محافظة. وقبل تفاصيل الخبر فضلا وليس أمرا، شارك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد وكل ما يتعلق بقانون البناء الموحد وتعديلاته وقانون التصالح، وإلى تفاصيل الخبر والبيان الهام من التنمية المحلية للمواطنين. ناشد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المواطنين في جميع المحافظات بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية في المراكز والمدن والأحياء لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة نهاية مارس الجاري. وأوضح اللواء شعراوي أن عدد المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات بلغ 2,784,000 طلب، مؤكدا أن موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهي آخر الشهر الجاري، وذلك طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على أن يسدد المتقدم 40% كجدية التصالح إذا قام بالسداد خلال شهر مارس الجاري. وعلى الجانب الآخر طالب اللواء شعراوي رؤساء المراكز التكنولوجية بمد يد العون للمواطنين المخالفين وتقديم كافة التسهيلات لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للدخول تحت مظلة قانون التصالح. وأوضح أن المدة المحددة هي نهاية شهر مارس الجاري لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي في مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع. أما عن الإزالات فقد أعلنت وزارة التنمية المحلية من أنه قبل انتهاء العمل بقانون التصالح قامت وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الأجهزة المعنية بالتنمية المحلية وبناء على تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن انطلاق الموجة 17 لإزالة التعديات على أراضي الدولة وعلى رأسها التعديات على نهر النيل لحماية مجرى النيل، وذلك في 16 محافظة. وقال اللواء شعراوي أن هناك تعاونا وتنسيقا على مدار الساعة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ووزارة الموارد المائية والري وقوات إنقاذ القانون منذ بدء الحملات مطلع الأسبوع الجاري في ظل متابعة مستمرة للجنة استرداد الأراضي. وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحملات نجحت في إزالة حوالي 1400 حالة تعدي على مساحة 150 ألف متر مربع على نهر النيل، مشيرا إلى استمرار الحملات حتى يتم إزالة كافة حالات التعديات الصارخة التي تم رصدها على ضفتي نهر النيل من قبل الأجهزة المعنية بالدولة. وشدد اللواء شعراوي على ضرورة التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة خاصة الموجودة على نهر النيل والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة. وطالب اللواء شعراوي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تشهد الحملات بعدم عودة التعديات
التي يتم إزالتها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم عودة التعديات والتنبيه على رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالرصد الفوري لأي حالات تعديات جديدة عقب تنفيذ الإزالات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والقيام بحملات مفاجئة للمتابعين للمتابعة الدورية لهذا الملف المهم لمواجهة أي تقصير في هذا الشأن. وأشاد اللواء شعراوي بالجهود التي تقوم بها المحافظات وقوات إنقاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالات وتطبيق القانون على الجميع. وفي نهاية الخبر نذكركم بانتهاء العمل بقانون التصالح في نهاية مارس الجاري فضلا وليس أمرا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.